اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدين شفتها في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. دائما معنا في هذه الجوله الليليه اللي كنشوفوا من خلالها الاجواء في ديال الحدر التجوال الليلي، وكذلك نختاروا موضوع اللي كنناقشوا معكم وكنشوفوا الاراء ديالكم حول هذا الموضوع. الموضوع ديالنا اللي هو شنو الراي ديالكم في انتشار الظاهره ديال التسول، واش كتشوفوا ان البعض ولا كيعتبرها يعني تجاره مربحه يعني ولات خدمه، يعني بغض النظر على واحد الفئه اللي هي معوزه مسكينه اللي كتلقى راجل كبير مسكين ما عندوش رجل، منفوخه ليه رجلو، خارج ليه القيح الله يسر، هذوك كيبقاو حالات استثنائيه. هذوك كنحمل المسؤوليه ديال المسؤولين، ما نكذبش عليك، هذوك الناس خصهم يمشيو يداواو، خصهم يروحوا في مراكز صحيه تيتداوا ويديروا لهم شي تاويل ديال الخير، ديهم شي خيريات ولا ديهم شي جمعيات ولا ديهم شي مراكز ولا. اما الناس اللي كتلقاهم بالصحه ديالهم الحمد لله، يعني باقى عنده الصحه باش يمشي يخدم على راسو يدير شي حاجه، هذوك هما اللي ولاو مرجعينا يعني تجاره مربحه. ولينا كنشوفوا ولاو كيكريو الدراري الصغار، يعني راه عاوتاني هذه راه قضيه كبيره بزاف. كاينين واحد الفئه يعني عصابه كيكريو الدراري الصغار اللي كيطلبوا بهم وكيرجعوهم لوالديهم، ولا كيرجعوهم لدوك الناس اللي كراوهم لهم بنهار، كيكريوهم لهم مثلا 100 درهم النار كتدخل منه هي واحد 300 درهم وكترجعو. دونك الظاهره اللي ولات كبيره في بلادنا، كنتمناو ان شاء الله كذلك من المسؤولين انهم يكونوا يراقبوا هذه المساله اللي هي عيب، يعني حشومه، يعني الانسان انه يتسول، يعني الله يحسن العوان كيف ما قلت لكم، بغض النظر على واحد الفئه اللي هي مسكينه، الله يحسن العوان ما عندها صحه كتلقى مقطوعه على رجليها ولا يعني عاها مستديمه، ولا كتلقى راجل كبير مسن ولا مراه كبيره، هذوك دايزه فيهم من طبيعه الحال. وسبحان الله العظيم هذوك الناس اللي كيكونوا دايزه فيهم راه كيكونوا دايزه فيهم راه كيكونوا باينين كتحس بهم، ولكن ملي كتولي القضيه في التجاره وكتولي تشوف واحد الناس اخرين يعني اللي كيجيبوا اطفال ابرياء كيكريوهم باش كيطلبوا بهم، ويعني وكيدخلوا مبالغ طائله. يعني كشفت واحد البرنامج واحد النهار واحد المراه راه لقاو عندها الملايين والبارتمان، وكذلك واحد المراه عندها طوموبيل ديالها كيجي يوصلها ولدها لواحد المكان كطلب فيه مثلا كيحطها مع الثمانيه كيرجع عندها مع الخمسه العشيه كيهزها كيرجع للدار. هذه راه ولات خدمه، هذه ملي ولات عندك طوموبيل ولا عندك بخدمه شيفور الوغ شحال وليتي كتشوفي في الشهر انتيا. دونك خص تكون مراقبه صارمه في هذه المساله هذه. سلام اخي، عرفنا سميتك شنو هي. سلام خويا خويا جمال، صباحك مبروك. الاخ الميسور خالد، الميسور خالد كيقول لنا نويها الله وعطيها للكافر بالله وعراد. محمد قادري، وعليكم السلام اخي محمد. فؤاد طريق طريق الدريسيه كذلك خويا اسكوبار جبتيها لاصقه. تحيه كبيره ليك كذلك اخي نادير، تحيه ليك، تحيه كبيره ليك. كذلك خويا سيمون الله يحسن العوان لهذوك الفئات يعني المعوزه، الناس اللي مساكن اللي سبق وذكرنا انهم كيعانيوا اعاقه، مراه كبيره مسكينه تلاش بها الوقت، يعني كيكونوا باينين. وواحد الناس اللي كيكونوا سبحان الله العظيم، حيت نقول لك واحد القضيه على الحساب يعني التجربه ديالي في الحياه والناس اللي كنا مشينا عندهم اللي يعني كيطلبوا مساعده، وهذا اكثريه ديال الناس مساكن يعني كتكون عندهم هذيك العفه، شي الناس اللي كيكونوا محتاجين ويعني كيف كيقول لك مأزمين ديال بصح، هذوك النوع والله الا كتكون فيهم العفه مساكن وحق الله العظيم ما سبحان الله العظيم كتكون عندهم واحد النفس وما كيرضاوش، فهمتي مساكن ما وكيف كيقولوا لي الضروره احكام. بعد مرات كيحكموا عليك الوقت انك خاصك يعني سختو الناس اللي كيكونوا كارين، يعني كيوقف عليك يعني الناس كيقول لك نقدر انا نتحمل مثلا الماكله، نقدر نصبر، نقدر نديباني راسي، ولكن ملي كيوقف عليك من الدار تيقول لك اعطيني اسيدي الشهر ديالي، حيت هو ديك الدار من لوموش من الدار، هو كي هو السالير ديالو باش كيتمعش منه هو وليداتو وهذا.
دونك هادشي راه يعني صعيب 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 صراحه. فهاد كورونا زاد تعرات بزاف د الحوايج. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. اكيد الاخوان كنتمناو من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باش ترجع الحياه للطبيعه ديالها. وكذلك حنا خصنا نكونوا ملتزمين بالتدابير ديالنا، نديروا الكمامات ديالنا ونحاولوا يعني نحذوا هذاك الوسط العائلي ديالنا اللي هما وليداتنا، ونخافوا على والدينا لان الامور يعني مجهولة المصير كيف كيقولوا. واي واحد يعني مأزم عليه ولا عنده شي مشكل يعني الله يسهل لي الامور. هادشي اللي كاين. فوالا خويا انزو، يعني شفناهم بعينينا كاينين الناس يعني كتكون عندهم هذيك العفه سبحان الله العظيم. حيت علاش؟ حيت اللي سبحان الله العظيم كيكون شبعان وقانع، راه شبعان وقانع، راه ما جاتش بالفلوس. كاين اللي كتلقى عنده الفلوس والاموال وجيعان وما عرفت شناهو، وكاين اللي مسكين على قد الحال وكتلقى عنده ديك العفه. علاش؟ عنده القناعه مع الله واليقين بالله وكيتعامل مع الله. ولكن ملي كنوصلوا لهاد المساله ديال انك ملي كتولي خاصك تأدي واحد المبلغ مالي لواحد الانسان اللي هو كاري لك مثلا المنزل ولا هذا، يعني هنا فين كطيح في واحد الاحراج يعني. ما وعندك وليدات وابار الاحتياجات اللي كيبغيو الوليدات الصغار كيف ما كتشوفوا هادشي. دونك وما كيخرجوش يسعاو، والله ما كيخرجوا يسعاو. دونك كيحاول يطلب مساعدة من المسؤولين، يعني راه حقك، يعني بعض المرات راه الإنسان تيدوى على حقه، يعني الحق في العيش الكريم، يعني راه حشومة. ما هي باش نكونوا واقعيين ما خصناش نبقاو نهضروا في السكن وفي هاد المسائل، خصنا نناقشوا أمور أخرى وباش نزيدوا القدام. حنا باقيين واحلين، إنسان تيقول لك ما عندي من ناكل، مش في 2020 وإنسان تيقول لك باقي ما عندي من ناكل. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. خويا نور الدين كيقول لنا واش كاين شي رواج بكازا. خويا كازا بنهار عاديه بحال الايامات العاديه، بحال ما كايناش كورونا. لا مشي شي للسوق، ولا مثلا مشي لدرب سلطان السوق ديال الشمال، ولا تلقى اكتضاد، يعني كتلقى تجمعات، كتلقى الناس ما دايرينش كمامات، يعني في جميع اسواق سيرتو الاحياء الشعبيه ما كاينش نظام بتاتا، وما كاينش الالتزام الا القليل والقليل والقليل. اللهم امين. الله يلطف بالجميع اخي. وبهذا مشاهدين شوف تافي غنهيو هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. جمعه مباركه للجميع. الله يعاونكم.